بذاته. تفضل المشكلة. طبعا الوفاق، الوفاق انجح ناس، يعني انا تكلمت عن الوفاق انهم معاقلون، لكن هم يستخدمون الاعلام، عندهم لغتين، لغه داخليه وخارجيه. لاحظ كون هون يعني عرض 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 مشاهد سنراها. انظر الصوره الان، انظر الصوره لامعان، هذا فريق عندنا مخصص لهذا الامر. لاحظ نعم. الدوار، الدوار نعم، وانظر وانظر الجموع هذه الغفيره، ها الدائرتين الحمراء، انظر الدائرتين، انظر نعم. الدائرتين، الشرطه بمقابل ماذا؟ الدوار الاخضر. لاحظ اتينا الى صوره بعد ذلك من زاويه اخرى، يعني ذهبنا الى نفس المكان، موقع التصوير الذي نشروه. لاحظ موقع التصوير هذا في 20/2 نعم. يعني امس، اول امس الثامنه صباحا. لاحظ لاحظ هذا الموقع تماما، لاحظ الفبركه، عماره يعني جانب من عماره، جانب من عماره. الصوره كانت مفبركه كلها، يعني ما يسمى بالفوتوشوب. نعم. هناك معالجه للصور التي تبث على الوسائل الاعلاميه وعلى القنوات الفضائيه وعلى العالم الافتراضي، تويتر وغيره، الفيسبوك. يعني هذا فريق عمل بسيط، بس راح طلبنا منهم ان يذهبوا الى نفس موقع التصوير. نعم. ركبوا فوق الصوره فوجدوا هذه النتيجه، هذه الصوره الحقيقيه، هذا طمس الحقائق، لان انت في بحر معلومات وصور ومشاكل ذلك. نعم. نعم، هناك ايضا افلام اخرى. الصورة لا الصورة اختلفت خلال 24 ساعة على فكرة. هناك أيضا لعله يأتي بصورة أخرى. ما أريد أن أقول هم فنانون في استخدام الأدوات الإعلامية، فنانون جدا، والعالم الافتراضي فنانون جدا، وهناك فرق شغالة مدفوع لها مدفوعة، وبعضها متطوع، وكل ما تملكه. كل قرية في البحرين لها موقع إلكتروني ولها فيسبوك ولها تويتر، ويراقبون تحركات الأجياب الشرطة، ويراقبون من يدخل ومن يخرج، إلى درجة أنهم يعملون كجهاز لاستخبارات دولة داخل دولة. وش بقوا للدولة يعني؟ أحسنت، دولة داخل دولة، يعني السيادة الحقيقية ليست للدولة، السيادة الحقيقية لهم، ولهذا هم عندما يتحركون. هذا أيضا فيلم آخر، وهذه نعم صورة الآن تعرض. نعم. تفضل دكتور. هنا شاب، لاحظ بتلاحظ شاب يقف يعني متجرد، لاحظ امام المدرعات، لاحظ الصوره هناك الدرعات. نعم. وهذا يعني ما عليه ابدا ابدا، يعني عريان، نذير العريان. ويواجه هذا، يقول للاعلام انه ما عنده سلاح. ما عنده مفخخات. نعم. انظر الى الصوره الان، يقلب وجهه، لاحظ عليه دم. المتلقي في الخارج ماذا يفهم من هذه الصوره؟ يظن ان الدبابه ضربت الشاب. وهذا ما قيل. قيل ان الجيش ضرب المتظاهرين. لاحظ أين يعني، إذا هذه رصاصة، لاحظ يده فيها ماء، فيها دم، ها؟ فيها دم، وجسمه خالي، جسمه مجرد ألوان صبغ، لطخة بس كذا، يعني لطخة ممكن تكون دم حقيقة أو غيره، لكن لا يوجد ثقب في جسمه ولا يمشي. ولاحظ منطقة الصدر، يعني منطقة الصدر والعنق، وأمام الدبابات، لأن الدباب ماشية. شوف يشاهد المصورين ويصور ويبث إنه الدبابات ضربته على صدره، او يعني ربت عليه، وهو متجرد من السلاح. ولاحظ نزع القميص، هذا مؤشر لمساله بعد الارهاب، نزع القميص انه ليس مفخخا. ليس عليه قميص مفخخ. طيب الصوره التاليه، هذا في موقع تويتر جمعيه الوفاق. نعم، موقع تويتر. لاحظ الشباب يفترشون الارض امام اليات الجيش، لاحظ الصوره، وين اليات الجيش؟ ما في. لاحظ؟ نعم. الصورة تعليقها الشباب يفترشون الأرض أمام آليات الجيش. الإسعافات هذه لمن؟ وقالوا أن سيارات الإسعاف منعت الذهاب. طيب سيارات الإسعاف في الخلف واقفة. هذه سيارات إسعاف وزارة الصحة. هذه سيارات إسعاف وزارة الصحة. لاحظ كم سيارة إسعاف عندك؟ وهم جالسون. أربعة. أصبحت سيارات الإسعاف هي المدرعات، بل منع الشرطة والداخلية منعت دخول الإسعاف. لاحظ كم سيارة إسعاف الآن موجودة؟ أربع، وهذا اللي واضح يعني، أو أكثر. أنا أتكلم الآن من منطلق إعلامي صرف، أنا جعلت بعض الإخوة يدخلون المواقع ويصورون. لاحظ الآن حامل شاب مصاب برصاص حي لسيارة الإسعاف. طيب. صار رصاص حي، ها؟ انظر. طيب. الصورة، انظر الصورة، رصاص حي هذا. ماذا تلاحظ في القميص؟ الدم. الدم، القميص ماذا تلاحظ؟ اللاصق في الجسد غير لاصق؟ يعني غير لاصق ولا؟ لاصق في الجسد. لاصق، لاصق. هذا الدم اذا خرج من داخل الجسم لا تلصق الثياب هكذا، لان الدم في ماده دهنيه، فاذا خرج من داخل الجسم الثياب لا تلصق بهذه الطريقه.
ما يعطيك دلالة أن الدم هذا جاء من الخارج. أنت تتكلم عن رصاص حي. نعم. لاحظ هناك إشكال أنه هذا كم الدم طبيا، هذا كم الدم في منطقة الصدر لا يعقل. لاحظ هنا، لاحظ هنا ماذا نرى؟ لاحظ في جيبه، ماذا ترى في جيبه؟ شيء أحمر. نعم. صح؟ نعم، كأنه كيس أو بالضبط كيس. هذا هذه كبرة الصورة. أيوه. الفريق يقول تحليل الصورة أن هذا كيس دم. طبعا هذا الشخص دكتور اللي قبل شوي الدم على صدره، اللي قبل شوي ولا؟ نعم. لا يعني لا أستطيع أن أربط، ولكن نحن حللنا الصور، ولكن الشاهد أن هذا فريق كيس العمل. فريق العمل يميل إن هذه الصورة هي كيس دم. كيس دم. نعم، وعندما قربنا في الفوتوشوب وجدنا أن كيس دم. يعني نريد أن نصل أن سرقوا بنك الدم؟ لا أريد أن أصل إلى نتائج بهذه الطريقة، ولكن هذه الصور تقول هذا. طيب. طبعا هذا الزعم رأيناه. نعم. انظره. يقولون أن الجيش يطلق عليهم النار. الرصاص حي. هل هذا صوت إطلاق حي؟ طبعا هذا بدون صوت. ما في صوت؟ نعم. لكن الواضح أن في فبركات صوت. نعم. نعم. وكأن المصور يختبئ ويعمل الأكشن حل. لاحظ. شوف هذا ينظرون إلى الكاميرا. نعم. يعني شوف هذا. نعم. يعني لاحظ. هذا ينظر إلى الكاميرا. يعني هناك مسرحية. أنا حقيقة صفقت عندما بدأت أرى هذه الأمور. يعني كإعلامي رأينا هذه الصور في قنوات. تعرف هناك ما يسمى بوكالات الأنباء. نعم، وهذه الدائرة على الشخصين الذين ينظرون للكاميرا. ينظرون الكاميرا. نعم. فكيف مصاب وينظر إلى الكاميرا؟ نعم. صحيح. يعني اختفاء الشخص قبل قليل. على فكرة الخدع. نعم. السينمائية هذه موجودة في أفلام كثيرة. يعني قضية خدعة سينمائية حتى نقنع الرأي العام أن هناك. لاحظ. شوف الآن ينظر، أنزل رأسه. لاحظ. الآن كأنهم يرشون الدم على الأرض أو كأنه أصيب. أضف لذلك أخي أنه الرصاص الحي بهذه الطريقة هذا إعدام. هذا ليس الشرطة عندما لاحظها. كنت تعمل مصاب فاسد تنظرهم بالدم. يعني لاحظ اللقطة، انتظر حتى الكاميرا تأتي إليه فرفع العلم. وهذه لقطة كربلائية على فكرة، رفع العلم في أرض المعركة. يرفع علم البحرين، فهو ماذا؟ هو وطني. وطني. يعني كيف يكون هذا مصاب؟ هذه الأفلام أخي رصدناها، فريق عمل متخصص، حاولت أن أفهم. ثم ماذا حصل؟ نعم. وضعناها هذه على اليوتيوب. دع الناس تنظر إلى الحقيقة. يعني لاحظ. هذا لما نزل الجيش. سبع جروح طفيفة فقط. سبع جراحات طفيفة. لا تذكر. ليس قتلى. طبعا قضية التضخيم هذا مبدأ معمول به، قضية التضخيم. يعني قالوا القتلى يوم نزل الجيش، قالوا القتلى سبعة، وهي جراحات طفيفة لسبعة. جيش نازل أخي، بيان رقم واحد عندما قلنا من قبل. نعم. اثنين، قالوا هناك 62 مفقود. البحريني أخي ايش كبرها؟ بأي حجم البحرين مفقود؟ 72 مفقود يلقى، ما في مشكلة. 72. وكان في أثناء بعض الحوارات مع جمعية الوفاق يتحاورون، وحوار هادئ، ويعني في مفاوضات، فيتصل به أجهزة الإعلام من الخارج، تتصل به فيخرج، وعندنا 60 مفقود. سمعت بإذني أحد أعضاء الوفاق، عندنا 60، لقينا 2 من المفقودين، بقي عندنا 60 مفقود. ولاحظ وبلغنا الجهات الأمنية أن عندنا 60 مفقود. يا أخي يعني حقيقة السؤال، أنا أقول يعني عندي ظاهرة. الغريب في هذه الظاهرة الشيعية أنها تتأزم إذا جاءت مرحلة التهدئة، هي تتأزم. وهذا حصل، الدوار بدأوا يتخاصمون، هناك أزمة داخلية، حمائم وصقور. ولذلك يؤتى بشيء مشامع إلى البلد لأجل أن يضفي شرعية. مشامع أحيانا يلبس عمة، وأحيانا يلبس عمة، ويظهر أنه يعني عنده صراع نفسي بين الأفندي والملة. هناك صراع نفسي بين الأفندي والملة. الرجل راديكالي إلى أبعد درجة.
احيانا يعني هناك امين عام الوفاق الشيخ علي سلمان رجل عاقل حقيقه، حقيقه رجل عاقل، يلعب لعبه اعلاميه ويلعب لعبه سياسيه، لكن اذا جاء لبعض القضايا التي يزنها عنده موازين معقوله. حتى المطالب الان مطالب بدا ينزل سقفها، التيار مشي مع هذا يريد ان يرفع السقف، رفع السقف بالضد تماما، لكن تيار الوفاق الان بدا يعقل المساله، لان المساله اخي حمام دم. والله كل ما سمعتم السنه رجل الشارع العادي، بنت الشارع العادي تقول صحيح. ان النهايه حمام دم، ولا نستطيع نحن كسنه ولا هم كشيعه ان يمحونا او نمحوهم صحيح. لا نستطيع صحيح. نعم نعم كما ذكرنا كفتين متوازيتين كما يقولون نعم. ولكن طيب في اتصال ابو تركي، من اين يا ابا تركي؟ البحرين؟ الو تفضل يا ابا تركي.